وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. من منا لا يذنب؟ لكن إذا أذنب الإنسان فإنه غالبا ما يلجأ إلى ربه، وهذا أمر حسن، ليطلب عفوه وغفرانه، ليطلب الصفح والعفو. لكن هذا الإنسان نفسه لا يهتم بالعفو عن الناس ولا يحتمل أخطاءهم. ونرى هنا كيف أمرنا الله سبحانه بالعفو والصفح، وأمرنا في آيات كثيرة والعافين عن الناس. ولما كان شأن النفوس أن تتباطأ في العفو وتتأخر في الصفح، وغالبا لا يستطيع ذلك إلا قليل من الناس، قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أي كما تحبون أن يعفو الله عنكم ويغفر لكم، فاعفوا أنتم عن الخلق ليعفو الله عنكم، والجزاء من جنس العمل.